في الحمام اللي جنب الحوش. دخلت حمام بنات تقليدي عادي مكون من صف حمامات عبارة عن 5 حمامات وصف أحواض قدامه الناحية التانية، وطبعا في مراية كبيرة على الأرض. جثة سيدة تقريبا عندها بداية التلاتينات، في الأغلب 31 أو 32 سنة. الجيبة والملابس الداخلية اللي تحت مش موجودين، والنص السفلي كله عريان. واضح وجود آثار ضوافر من أعلى الفخذ لآخر القدم. الست متشرحة بالضوافر دي، غير انه واضح اثار طفي سجاير وفي حروق ولعت، غير انه في نزع للشعر الجزء اللي فوق. كان في بقايا لبلوزة متمزعة، واضح جدا الكدمات اللي في منطقة الصدر ومنطقة البطن، واضح ان هي اتكسر لها ضلعين من شدة الضرب، غير انه في جروح قطعية في منطقة الثدي، واضح ان هم استخدموا آلة حادة عشان يعملوا لها جروح لا أدمية، والرأس مفصولة. واضح أثار الكدمات في منطقة الوجه، غير ان هي اتخبطت بحجر في الرأس من الخلف، واضح ان هي اتضربت اكتر من ضربة بالحجر ده، غير انه في أثار ضرب بكعب جزمة رجالي اتسبب في تهشيم الأسنان بالكامل، خاصة الأمامية واللي فوق. مسرح الجريمة بشع بشع بدرجة مفهوش أي إنسانية. بس الغريب إيه اللي يخلي مدرسة تسيب الحمام الخاص بيهم كمدرسات أو كأعضاء هيئة التدريس وتيجي الحمام بتاع الطالبات؟ ومن زمايلي اللي سبقوني الموقع الجريمة عرفت إن المدرسة كان اسمها فريال أشرف الدمنهوري، لسه عزبة كانت بتدرس اللغة الإنجليزية، والمدرسة دي كانت مدرسة خاصة مشتركة ثانوية، وأغلب طلاب المدرسة من ولاد الطبقة الراقية تقريبا، حسب كلام نظرة المدرسة إنه أغلب الطلاب الموجودين أهاليهم يا إما دكاترة جامعة يا إما مستشارين يا إما ولاد ضباط يا إما ولاد مذيعين الفئات الراقية، وان هما ما بيدخلوش اي حد المدرسة، بالعكس هما بيهتموا جدا بالمستوى الاجتماعي والايمج الاجتماعية للمدرسة. اللي حصل ده اكتشف الساعة 3 العصر، يعني بعد ميعاد انصراف المدرسة بساعة كاملة. كان العامل زي كل يوم بيتمم على نظافة الحمامات قبل ما يمشي، فاتصدم بالمشهد بتاع مس فريال وهي مرمية على الأرض ومقطوع راسها، فاتصل بينا. وآخر مدرس ماشي من المدرسة كان الساعة 2:30 بالدقيقة، ومن الوقت ده أو من الساعة 2 لحد الوقت اللي اكتشفوا فيه الجريمة أو الجثة، كانوا العاملين بيبصوا على الفصول وبيتمموا على المدرسة وبينظفوا الحوش، الأمور الروتينية دي. بس الغريبة إن الحوش قريب جدا للحمام، والتعذيب ده كله مستحيل ما يطلعش من وراه صريخ يهز المكان. دي نقطة. ولو افترضنا إن أستاذة فريال اتقتلت قبل ميعاد المدرسة أو قبل ميعاد الانصراف، فهل معقول إن مفيش ولا بنت وهي خارجة قالت اظبط الميك اب بتاعي ادخل الحمام وابص على نفسي؟ مفيش ولا واحدة حبت تدخل الحمام خالص، ده غير منطقي، الكلام ده مستحيل. في نفس الوقت طب لو كان اللي حصل حصل في الساعة اللي بعد انصراف الطلاب، ازاي ما تحسش بيها؟ ده حتى المدرسة فضيت، فأي صوت هيبقى ليه ضوء، واثار التعذيب اللي على الجثة دي مستحيل يقدروا يكتموها، غير انه واضح جدا ان في اكتر من فاعل، ان احنا مش قدام متهم واحد، احنا قدام مجموعة من المتهمين. في نفس الوقت لو انا سلمت الفرضية اللي بتقول انه ممكن شباب ثانوي بسبب الطاقة اللي عندهم يندفعوا لاغتصاب المدرسة، لكن طريقة القتل دي
مش طريقة عادية، دي مش طريقة مجموعة مندفعة، لا دي مش جريمة اتطورت فوصلت للقتل، لا طريقة القتل دي بتقول انه كان مقصود من البداية قتلها، مش كان مقصود اغتصابها والموضوع اتطور لجريمة قتل، لان ببساطة الاغتصاب او التعذيب حصل بعد الذبح. اقدم جرح في الجثة من تجلط الدم هو قطع الرقبة، اما باقي الجروح واللي حصل بعد كده ده واضح انه حصل وهي ميتة. اللي عمل كده ما كانش هدفه الاغتصاب، كان هدفه قتل المدرسة لسبب الله اعلم ايه هو لحد دلوقتي، لكن عملية الاغتصاب دي هي محاولة للتمويه عن نفسه، ولانه احنا في مدرسة مشتركة اول فرضية هتكون عندنا هي ان اللي عمل كده هم مجموعة من شباب ثانوي، لكن هو غلط غلطة انه ذبح وبعدين عذب، وده اللي يفسر هو ازاي برغم من انه الحوش قريب جدا من الحمام محدش سمع اي صراخ ولا سمع اي حاجة، لانه ما كانش فيه صراخ اصلا. وهنا احنا قدام قاتل محترف مش قاتل عادي، خطط كويس ورتب ازاي يعمل جريمة ويلبسها لحد تاني. بس السؤال، مين اللي ممكن يعمل جريمة بالتخطيط ده وهو عارف كويس امتى المدرسة بتكون فاضية وتحركات العمال وهم بينظفوا، لانه عارف ان العمال بيدخلوا الاول الحمام بتاع المدرسات وبعدين في اخر حاجة خالص بيعدوا على حمام الطالبات اللي موجود في الحوش، وده يقول ان اللي عمل كده او اللي عمله كده دارسين كويس جدا المدرسة، غير انه ازاي دخل وخرج من غير ما يتشك فيه، خاصة ان المتوقع ان وقت خروجه كان هو وقت خروج المدرسين اللي هو تقريبا بعد خروج الطلبة بعشر دقايق او ربع ساعة عبال ما يمضوا انصراف. بس المدة دي مش كفاية، وهنا جه على بالي ان ممكن يكون واحد من العمال هو اللي قام بالجريمة دي، لكن لما فكرت كويس لقيت انه العمال بيبقوا عايزين يخلصوا، وبالذات لانهم في اخر اليوم فبيبقوا مركزين كويس جدا مع بعض عشان يخلصوا بدري بدري عشان يروحوا. وهنا انا ما قداميش غير الاداريين والناظر والمدير. المدير تقريبا عنده 52 سنة لكن محافظ على صحته ولياقته جدا، الناظر عنده 46 سنة وعلى علاقة قوية جدا بالمدير، غير السكرتير بتاع المدير استاذ ناصح واللي على علاقة قوية بالاتنين من التحريات. التلاتة تجمعهم صداقة قوية جدا، والتلاتة بيروحوا مع بعض، وهم كانوا موجودين في المدرسة في وقت اكتشاف الجريمة، لان هم بيروحوا الساعة 4 بسبب ان هم بيخلصوا بعض المهام الادارية، وده السبب انهم كل يوم بيتأخروا. الصراحة كان في علامة استفهام كبيرة جدا عن المهام الادارية اللي كل يوم بتأخرهم دي، وده كان لفت نظري جدا، ايه الشغل اللي قعدتهم هما التلاتة جوه المكتب ويفضلوا ساعتين كاملين حابسين نفسهم جوه، وحتى العمال بعد ما بيخلصوا بيمشوا ما بيدخلوا لهمش اصلا، وممنوع حد يقرب من المكتب. ده كان علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي، حسيت ان وراه لغز كبير، لغز انا محتاج اعرف وله علاقة بالقضية دي. اتحركت في المدرسة لاحظت ان تقريبا المدرسة كلها متغطية بالكاميرات ما عدا المنطقة اللي فيها الحمام بتاع البنات، وفي ظهرها المنطقة بتاعة حمام الولاد، والطرقة اللي قدام المكتب بتاع المدير اللي بيتجمعوا فيه التلاتة. بالنسبة لي كان مفهوم انه مفيش كاميرات قدام الحمامات تمام، لكن مفيش كاميرات قدام مكتب المدير ليه؟ اشمعنى؟ وده كان غريب. رجعت الشرايط اللي فيها تسجيلات لليوم ده، يعتبر ما كانش فيه اي حاجة ملفتة للنظر. طلبت التسجيلات لتلات ايام قبله، حسيت بشوية ارتباك ولقيت سكرتير المدير بيقول لي احنا بنحذف التسجيلات يوميا. ابتسمت كده، خليت واحد من الفنيين عندي يمسك منه اللابتوب اللي عليه التسجيلات ويفرغ هاردات الكاميرات بنفسه، وطبعا ظهر قدامي ميس فريال وهي واقفة مع سكرتير المدير بتحكي في الحوش، وواضح جدا ان كان في حدية في الكلام ما بينهم، وده قبل الحادثة بتلات ايام.
من لغة الجسد كان سكرتير المدير واخد وضع دفاعي، واضح كده ان مس فريال كانت بتتهمه بحاجة، واضح انه كان بيحاول يتهرب منها وكل اللي قاله كان كذب. اما بالنسبة لها هي فهي كانت عنيفة قوي في رد فعلها واللي كان مبالغ جدا فيه، واضح ان هي بتدافع عن قضية. وبصيت لسكرتير المدير كده وقلت له ايه يا استاذ علاء، واضح انه الكاميرات احتفظت بشوية صور كده تخصك، ينفع بقى جنابك تفسر لي ايه اللي قدامنا ده؟ ايه يا فندم، انا واقف مع زميلة عادي جدا، مفيش اي حاجة، دي كانت اخت فاضلة وعزيزة ويعني دي زميلة، هو ايه في حاجة تمنع ان انا اقف مع زميلة؟ اهدى بس وما تتشنكش علي، اهدى يا راجل، طيب انت راجل سكرة حتى يا استاذ علاء. لا اصلي حضرتك بتتكلم بطريقة غريبة، يعني ايه يعني ان انا كنت واقف مع زميلة؟ لا ولا اي حاجة حبيبي، استهدى بس بالله، اصل الزميلة دي في الفيديو حبيبي بتتهمك بحاجة، واخد بالك؟ غير ان هي مش بس بتتهمك، ده انت كنت واقف يا راجل في وضع ولد تلميذ الخيبان اللي بيتهزق من مدرسته، يعني فهمني تيجي معايا في الدغري وسكة وتقول ايه الحكاية بالظبط، وايه علاقتك بقتل مس فريال احسن لك. يا استاذ يا فاضل ما ينفعش ان انت تكلمني كده، انا مستحيل اكون ليها اي علاقة بالموضوع ده، انتوا بتلبسوا التهم لاي حد عشان مش عارفين ان انتوا تجيبوا الجاني الحقيقي ده، اكيد اكيد شوية عيال من الساعة اللي عندنا في المدرسة هم اللي عملوا فيها كده، دي واضحة جدا، دي جريمة اغتصاب، انا لا يمكن اسكت ولا يمكن اكون كبش في ده، انتوا اكيد عرفتوا مين اللي عامل الجريمة دي وعايزين تلبسوني، انا ماليش دعوة. ما تهدى عم الحاج، ايه خلاص عايز اعمل لك سكسيب فقر اهلك، اهدى لو سمحت ما تكلمي، انا راجل تربوي محترم. بس هلا بص يا عم علاء، عشان انت كده ايه حابب تسخنها بيني وبينك، انا لسه ما اتهمتكش رسمي، انا مجرد بسألك وبدردش معاك، لكن انت مصر ان الاتهام يبقى رسمي، وانا يا عم لولو بحب اللي زيك، بحب العناديين. بص يا لولو، هو انت مش واخد بالك من حاجة مهمة، انتوا فعلا مش حاطين كاميرا قدام مكتب المدير، بس يا لولو في كاميرات في كل شبر في المدرسة، يعني الطرقة اللي بتودي للطرقة اللي قدام مكتب المدير هتخلينا اعرف بالظبط ايه اللي بيحصل في المكتب، واخد لي بالك؟ ايه لا يا استاذ انت بتقول ايه، بس ما ينفعش تخترق خصوصية مكتبي، انا مال بالقضية دي والكلام الفاضي. ايه يا استاذ عبدالهادي مالك اترعشت ليه كده؟ لا 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 يا استاذ ما ينفعش سيادتك، الكلام اللي انت بتقوله ده انت كده خبطت في كل الموجودين يا استاذ. اولا انا مش استاذ تمام، تاني حاجة هو انت مين قالك ان انا مش شاكك فيك انت كمان ان ليك علاقة بالقصة؟ انت فاكر ان انا هسيبكم؟ لا خالص. ولا ايه يا استاذ سالم؟ ايه ميلو استاذ سالم في ايه؟ انا مالي اصلا بالقضية دي، انا راجل يعني انا ناظر، انا مايش دعوة بالكلام اللي انت بتقوله ده خالص. طيب يا سيادة الناظر، حلو حلو قوي، وخليت الفني يراجع الكاميرات اللي قدام الطرق اللي بتودي لأوضة المدير، وظهر حاجة غريبة، انه تقريبا الساعة 2 الا تلت كل يوم بنت شكل بتروح ناحية أوضة المدير وبتفضل هناك تقريبا لحد ما كل المدرسة بتكون مشيت، وبتطلع من الباب الخلفي مش من الباب الأمامي، وما بتظهرش خارجة في أي ركن من أركان المدرسة إلا من الطرق اللي آخرها أوضة المدير، تبقى هدومها مبهدلة شكلها مش مظبط. أول ما شفت كده قفلت عليهم المكتب وقلت لهم الله 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 عليكم، ده انتوا ناس كمل، ويعني كمل كمل يا ابني انت وهو. دلوقتي بقى الموضوع كبر، لا يعني انا شايف ان هو الموضوع كبر، وانتم ناس شرفة، ويعني لا مؤاخذة البنت اي يعني ده ايه ده ولا 20 بنت، ده كل ده احنا ما قلبناش كتير. ماشي، البنات الطيبين دول بيدخلوا لكم 2 الا تلت وما بينصرفوش مع الطلبة، ايه سيادتكم بتدوهم مجموعات تقوية في المكتب دروس خاصة؟
ولا اوعوا ازعل منكم لا تكونوا بتشرحوا للعيال المقرر كامل، مع انه باين عليكم بتشرحوا المقرر كامل. يا باشا انت ايه الاتهامات القذره اللي حضرتك بتتهمها يا هلدة دي؟ اقعد ياض، اقعد على جنب، اسمعش نفسك تاني. ده انتوا تلاتة زي العسل، تلاتة مهزئين، وانتوا فاكرين ان احنا هنسيبكم؟ ده انتوا حبايب. لا لا انتوا ناس حبايبي، تخيلوا انا حبيتكم. اقعد يلا. طيب دلوقتي بقى انت قدامكم حل من الاتنين، يا اما تقولولي بالظبط مين فيكم اللي دبح وهطلع الاتنين الباقيين شهود في القضية، يا اما اروح استدعي البنات الامامير اللي ظهروا معاكم ونفتح لكم بقى. ايه شوفوا انتوا اختصبتوا كم بنت فيهم، اعتدتوا عليهم، والاعتداء ده مقابل ايه؟ وخدوا بالكم ان البنات دي كلها قصر، يعني شوية قضايا عنب عنب. انا بقول ان الاتنين اللي مدبحوش وعذبوها بس يعترفوا على اخينا اللي دبح، بدل ما تشيلوها انتوا التلاتة يبقى واحد فيكم هو اللي يستاهل الليلة دي، بدل بحبل المشنقة اللطيف ده يهزكم انتوا التلاتة كده وانتوا متشعلقين وزي القمر. وعلى فكرة براحتكم، عايزين تمشوها معايا قانوني؟ يلا بينا نمشيها قانوني. لا 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 يا استاذ، انا هقول لك كل حاجه. تعال يا سالم، تعال تعال يا سالم. ايه يا استاذ سالم اللي انت هتعمله ده يا استاذ سالم؟ ده بيخطرف، ده ما بيفهمش اي حاجه. قال اللي عملوا كده، احنا مالناش دعوه يا سالم. اقعد ساكت يا سالم. حبيبي يا عبد الهادي، يا عبد الهادي خليك هادي. وانت اللي دبحت عبد الهادي؟ اه يا عبود. طيب ها الاتنين التانيين ناويين يشيلوا مع عبد الهادي ولا ناويين يتكلموا؟ ها يا سالم، هو كده وضحت حبيبي، يعني عمو عبد الهادي مفضوح. ها تحب تحكي ولا تلبس معاهم؟ وطبعا استاذ سالم كان عنده استعداد يعترف بكل حاجه، وعشان ما يبقاش في ضغط عليه من المدير عبد الهادي ولا من سكرتيره علاء، خليت سالم في مكتب لوحده، والاتنين التانيين حطيت كل واحد فيهم في مكتب عشان ما يعرفوش يتفقوا مع بعض. ودخلت لسالم واللي قال لي ان الحكايه ابتدت لما واحده من التلامذه حبت شاب في سنها، والولد نام معاها على اساس ان هما الاتنين كاتبين ورقتين عرفي لحد اما يدخلوا الكليه بس وبعدين يكتب عليها رسمه، والولد خلع فص ملح وداب. راحت البنت دخلت لعبد الهادي المدير وحكت له. عبد الهادي كان معجب بالبنت، ابتدى يتقرب ليها شويه بشويه، ابتدى يلمس البنت وابتدى يبقى في علاقه ما بينهم. علاء عارف اللي بيحصل وضغط على عبد الهادي ان هو كمان يعمل كده، وفجأة والبنت في وضع مخل بالعتاب مع عبد الهادي، لقيت علاء داخل عليهم وبيهددهم. عبد الهادي عمل تمثيلية انه ما يعرفش اي حاجة وان هو مصدوم وان علاء هيضره، والبنت الغلبانة اتضحك عليها وقبلت انها تمارس مع علاء هو كمان. وعلاء كانت دماغه دماغ شياطين، هو اللي طور الدنيا وبقى هو المسؤول عن الموضوع ده. اي بنت عندها اي مشكلة من اي نوع، مشكلة درجات، مشكلة امتحانات، مشكلة مع مدرسين، عايزة تخنصر فلوس من وراء اهلها، عايزة ما تجيش المدرسة وتروح للواد بتاعها، ايا كانت المشكلة كان علاء بيصطادهم وبيمارسوا معاهم هو عبد الهادي. وبالصدفة في يوم واحد من العمال قال لي انه استاذ علاء، استاذ عبد الهادي بيتأخروا بعد ما الكل بيمشي، الله يكون في عونهم بيشتغلوا كتير. انا استغربت، قررت ان انا انتظر انا كمان في اليوم ده واعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، ولقيتهم مدورينها وقررت انا كمان ان انا ادخل معاهم. قلت له اهلا. يعني لولو ودودو وسوسو، قاعدين تختصبوا ببنات المدرسة؟ حلو يا ابني حلو، كمل يا بابا، كمل كمل كمل. لقيته بيقول لي يا باشا انا ما كانش ليا دعوة، انا مش مرتاح في البيت والظروف مش قد كده،
وانا البنات اللي عملت معاهم اي حاجة كان برضاهم، انا مغصبتش على اي واحدة فيهم اي حاجة. قلت له بس دول قصر يا حبيبي. طب والمس الغلبانة اللي انتوا دبحتوها دي؟ لقيته بيقول لي بص، المس عبد الهادي عرف من علاء ان هي عرفت كل القصة وفهمت احنا بنعمل ايه عن طريق بنت راحت بكت لها وحكت لها على كل حاجة، وان هي خايفة تواجهنا. قلت له تمام. قال لي فريال قررت ان هي اللي تواجهنا، عشان كده عبد الهادي جابها عنده المكتب بعد ما كلمت علاء في اليوم اللي اتقتلت فيه، حط لها منوم كافي ان ينيم فيل. قلت له تمام. انا مضيت مكانها في دفتر الانصراف، وعبد الهادي وعلاء بعد ما اطمنوا انه خلاص الرجل خفت، المفروض ان هما كانوا رايحين الحمام عشان يغتصبوها ويصوروها في اوضاع مش قد كده يعني، وده اللي احنا كنا متفقين عليه يا باشا. بس اول ما وصلوا وهما ماسكينها كده هي ابتدت تفوق، وكان يدوبك ما عملوش حاجة، كانوا لسه هيقلعوا البنطلون، خافوا لا تصرخ لان زي ما انت عارف ان الحمام كان جنب الحوش. ومن غير تفكير علاء طلع السكينة وقطع رقبتها، وعبد الهادي كتفها، وفكرة اختصافها وهي ميتة وان هما يعملوا اللي عملوه ده كانت فكرة عبد الهادي. بعد ما خلصت شغلي وكل انصرف نزلت عادي كأني مروح، وقلت اخد دوري مع البيت وانا فاكرها انها عايشة، ما كنتش عارف اللي عملوه، لكن لما دخلت اتصدمت وعرفت ان انا كده كده لابس معاهم. انا عذبت جثة ميتة يا فندم. قلت له برافو برافو برافو، انت راجل سوسو كويس يا ده، انت فعلا سوسو. ولا تحب اقول لك سالم؟ لا لا سالم مش خايل عليك، انت سوسو يعني، انت كده بتعترف ان عبد الهادي مدير المدرسة وسكرتيره استاذ علاء كانوا مرتبين لاغتصاب مس فريال في الحمام كنوع من كسر العين عشان ما تتكلمش على البلاوي الزرقاء اللي هم بيعملوها في البنات بتاعة المدرسة، وبالصدفة مس فريال فائت فراح علاء قاطع رقبتها، وقررتوا او هما قرروا ان يغتصبوا الجثة عشان احنا لما نيجي نتخيل ان الحادثة دي عملها طلاب ثانوي. وطبعا انتوا التلاتة بعيد عن الشبهات، وطبعا مفيش حاجة عليكم، انتوا التلاتة شرفة. تمام. وبعد كشف لغز القضية سلمت القضية للنيابة، لكن تكريما لذكرى البطلة دي اللي ضحت بحياتها في مواجهة غيلان، حذفت من ملفات التحقيقات اي ذكرى تشاور على ان احنا تعرفنا على البنات اللي هم مارسوا معهم الجنس. بعت تقرير مفصل للنيابة بطلب فيه ان لو النيابة احتاجت اي معلومة من البنات دي تكون التحقيقات سرية جدا حفاظ على سمعة البنات وعلى مستقبلهم. وقفلنا القضية، وفي يوم 22 فبراير تم تنفيذ حكم الاعدام في عبد الهادي مرسي الحسيني وعلاء مختار الاشرف، والحكم على سالم بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة. وبكده اتقفل ملف مقتل مدرسة الانجليزي بداخل حمام المدرسة.